بصراحة يا حاج اعتدال، أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي. أنت عارفة الولاد اليومين دول يعني التفاهم بيبقى صعب معاهم شوية. وأنا مش جاية لومك ولا عاتبك يا حاجة شريفة. ابني وبنتك يا أختي لو ليهم نصيب في بعض محدش هيقدر يمنعهم. الحمد لله شلتي عني الحرج. خلينا فيك أنت يا حلوة. في أنا؟ ايه عمال لمحلك من المره اللي فاتت ما لقطتهاش؟ لا يا اختي لقطتها وتجاهلتها. جايبه لي عريس؟ الله اكبر عليكي، انا قلت برضو ان ذكائك مش هيخونك. اسمعي يا اختي، انا مرات عبد الله مختار الاولانيه وخطبه له الثانيه بايديا ومجوزها له كمان. تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. مش عارفة أنت عملتيها إزاي يا أختي. من قدامي أحسن ما يبقى من ورايا، وبيني وبينك كده أنا جاي أخطبك لجوزي. تخطبي مين؟ أخطبك لمين؟ جوزي عبد الله مختار. أنا أتجوز جوازة زي دي؟ وماله يا اختي عبد الله، الله اكبر عليه، ايه موسيمه؟ في حد يقول لعبد الله مختار لا؟ وبعدين انا مش عايزه ارد دلوقتي، فكري يا اختي وعقليها كويس وبعد كده يبقى ردي عليا. اتفضلي اشربي الشاي.